مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا كنتواجدوا في هذا البث المباشر من منطقه المكانسه. هذا الشيء اللي كتشوفوه ماشي الشتا وانما قادوس فايض على الساكنه، لدرجه انهم ما قادينش فين يدوزوا وعندورو اليوم، لدرجه هانتوما باش يدوز الانسان لدارو شو اش داير باش ممكن انه يوصل لدارو، باش ممكن انه يدخل لدارو. ها اش داير الحجر هذا كله الماء، شرف الله قدركم ديال الواد الحار. توقفوا هنا الريحه ما يمكنش، الله يحسن العوان هاد الناس اللي ساكنين. يعني دائما حنا كنقولوا فين هما المسؤولين، فين هما المسؤولين على هاد المرفق؟ كيفاش مخليين الواد الحار فايض هكا على الناس؟ هاد الانسان بغى يخرج يمشي لخدمته، بغى يتقدى، بغى ما يقدرش يحل حتى الشرجم، هاد الناس كاملين سادين شراجم. هانتوما كتشوفوا هذا الوضع، ها هو حنا في العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء 2021، ومازال القوادس كيفيضوا على الناس. راه تما ما يمكنش نقطعوا باش نوريو لكم منين جاي هذا القادوس، ولكن غنقدر ندوز من الجهة الأخرى. يعني مؤسف مؤسف جدا ملي كنشوفوا بحال هاد المناظر، ملي كتصلوا بنا الساكنة، الساكنة ما بقاوش المسؤولين كيجاوبوهم، ما بقاوش الناس مسؤولين على هاد المرفق كيجاوبوهم، ولاو كيتاجؤوا الصحافة، كيتصلوا الساكنة هانتوما القادوس. صافي تخنق. يعني الناس ولات كتلتجأ للصحافة باش ممكن أن الصوت ديالها يوصل، لأن المسؤولين لا حياة لمن تناجي. هانتوما ريحة لا حول ولا قوة، هانتوما هادشي كلشي فايض، الواد الحار فايض هان. يعني وضع مأساوي صعيب كتعيشو الساكنة ديال هاد المنطقة. الدراري الصغار يمرضو، العينين ديالهم يمرضو، الإنسان ما يمكنش هنا يحل شراجم ديال الدار ديالو. غنمشي من الجهة الأخرى، ها الوضع، هذه هي الدار البيضاء. يعني على طول الحي، على طول الشارع، والواد الحار فايض. هانتوما كتشوفوا مشاهدينا، يعني من بين الصور المخجلة ها هما الناس كيطلبوا من الشراجم. يعني راه الريحة، ها هو هذا القادوس فايض، ها هو عفت عفت هانت. يعني الناس الريحة طالعة للفوق، الله يحسن العوان، صعيب عندكم الا هذا الشيء. هانت القوادس صافي فاضوا. هانتوما كيف كتشوفوا مشاهدينا، والناس كيتصلوا بالمسؤولين ما كاينش اللي كيجاوبهم، فاضطروا انهم يتصلوا بالصحافة على الله الصوت ديالهم يوصل. هنا منطقة المكانسة بالضبط، فين هنا المكانسة 4، حنا في منطقة المكانسة 4. هانتوما الوضع اللي كتعيشوا الساكنة ديال المكانسة 4، وتا واحد ما سمع صوتهم. لا راه غوتنا، راه يلاه جاو اليومين هادي بس الخوف تنفست القضية، عاوتاني مثلا شي نهار غدي وقع المشكل بحال تعاود. واخا تشارك معنا؟ ها؟ أما الحين يعني كيف قال السيد، قال لك راه اتصلوا بالمسؤولين جاو نفسوه يومين رجع المشكل هو هذا، لان ربما دابا القوادس من الداخل ما متيسعينش. ها انتم كتشوفوا. كان صار 4. المشكل هي في هذه البلاصه. جا هو اللي عطى دابا هذا المشكل. هو اللي عاطي فيك.
صلحوا وجاو بدات واحد ساعتين مثلا قال لي تسرحت نفس المشكل تعاود. عمرنا ما طرا هادشي اول مره كيطرا. ولكن الريحه بزاف عندكم دابا شراجم انتم مسدودين. يومين هادي ما كنتش انا دابا هنا راه جيت ثاني تفاجات دابا. اه لا حول صعيب صعيب الانسان دارو ما يحرش الشجر ديال دارو طوموبيلته ما يحطهاش الا بغى دابا شوف فين بلاصتنا مزيانه مضارب معنا في بلاصتها ليه لا بغى يدوز خصو يدير الحجر باش يدوز راه ماشي سهل دابا نيت يلاه نزلت ولادي وزناس نتوما قايلين نقلب لهم على بلاصه فين ندوز. اه الله يحسن العوان صعيب الحال والله يصوب لكم. لا وصلنا النداء نتمنى انه يوصل. اذا كيف العفو كيف كتبعوا مشاهدينا اه شوف تي في الله يبارك فيك. اذا كيف كتشوفوا احد السكان ما بغاش يكشف على الوجه ديالو قال لك حنا كنعانيو وعيطنا عليهم بالفعل جاو صوبوا يومين رجعت عاد الامور كيف ما كانت يعني هذا هو الوضع ديال مكانسة. هذه المنطقه فايض عليها الوضع الحار ها انتم كيف كتشوفوا والله الله يحسن العوان اللي ساكن هنا الله يحسن العوان والداري الصغار خلاص هاي المنطقة وغنمشيو لبلاصة أخرى حيث الإنارة منقطعة أو ها اللي بغى يدخل للدار ديالو صورة من صور الدار البيضاء هنا في المكانسة 4 ها انتم كتشوفوا الوضع المأساوي اللي كتعيشوا الساكنة ها انتم بالاضافه لان القوادس مفيضين هنايا وعمروا وفاضوا وكيشكل يعني ضرر للصحه لجماليه المنطقه لكل شيء حتى الاناره مقطوعه كيف كتشوفوا فكيفاش هاد الناس غيكونوا ملي كيشوفوا الحي ديالو فايضين عليه القوادس والإنارة كذلك ما كيناش يعني المرض ومعرضين للخطورة خطورة الاعتداء خطورة السرقة إنسان كاين الله يحسن العوان ما كيجي مخدمته حتى 12 الليل حتى 11 الليل كاينه اللي خدامه في الصباح مع 6 الصباح خصها تخرج باش تاخذ الترونسبور ديالها تمشي للخدمة ديالها فكيفاش الإنارة مقطوعة هاد الناس غيقدروا أنهم يمشيو ماشي كلشي عنده الطوموبيل ماشي كلشي عنده دراجة نارية الله يحسن العوان كل واحد راه كاين وسيله النقل الاجتماعي اللي كيستعملوها الناس كاملين يعني خصك تقطع واحد المسافه باش تاخذ طاكسي او لا طوبيس او لا شي حاجه اذا الانسان كيفاش انه غيخرج من دارهم للشارع باش انه ممكن ياخذ المركوب ديالو باش يمشي لخدمته والاناره مقطوعه والوضع الحار فايض يعني الريحه راه ما يمكنش صعيب زعما الله يحسن العوان هادشي اللي ممكن انا نقول في هذه اللحظه الله يحسن العوان للساكنه ديال منطقه المكانسه 4 الدار البيضاء والصورة أبلغ من أي تعليق ما هو الحل سؤال ديال أنس الحل بيد المسؤولين أخي أنس ولكن المسؤولين لا من يحرك ساكنا الساكنة كتعاني والمسؤول راه في المكتب ديالو جالس يتقاضى الأجر وبارك ما كنعممش ولكن كاين اللي كيدير خدمته وكاين للأسف ما كيديرش خدمته
ها الوضع في منطقة المكاسة 4. إذا مشاهدينا كيف قلت الصورة أبلغ من أي تعليق، وكل شيء باين، كل شيء واضح. حنا كنتمناو غير من المسؤولين، ما كنقولوش لهم ديروا لينا ما ديروا، غير الواجب اللي عليكم، غير الواجب ديال هذا الشيء أن الإنارة تكون في الأحياء، أن مجالس الصرف الصحي أنها تكون مزيانة، ماشي نلقاو فحال هكا فايد الإنسان يعفط عليه برجلو يدوز يشم الريحة، يعني ندخل لدارو الوسخ وليداتو كيشمو الميكروب كيمرضو هو نيس، يعني صعيب الحال. نتمنى أن النداء يوصل، ما بقى لي إلا ندعكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.